النهاردة هنعطي ديكال ب 12 مع التأكيل اليدوي. ازاي هنعمل الموضوع ده؟ تعال نشوف هنعمل الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناة معلومات في تربية الحمام، معكم أخوكم مصطفى. إزايكم؟ وحشتونا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. معنا النهاردة مجموعة الزغاليل دي. المقصود من فيديو النهاردة إن أنا مش تأكيل، إن أنا إزاي إن أنا أحسن من ريش الزغاليل. أنا حاسس إن الريش قليل شوية، الريش مش متناسق، فأضطر إن أنا أستخدم ديكال ب 12 أو بديكال الموجود عند حضراتكم. ممكن تستخدمه ديكال ب 12 او بيديكال. طيب انا هستخدمه ازاي؟ انا جبت الميكس بتاعنا، انا عملت الميكس، خلطة الميكس. طبعا اللي ما شافش الفيديو بتاع خلطة الميكس اللي انا عملتها في البيت في كبة الخلاط، او اللي هي المطحنة بتاعت البهارات بتاعت خلاط البيت العادية خالص جدا، استخدمت فيها الحبوب الطبيعية، العدس والفول وحاجات كده. فطبعا هسيب لك الرابط بتاع الفيديو في صندوق الوصف او في اول تعليق. طيب تعالى نشوف احنا هنعمل النهاردة ايه. فانا استخدمت شوية ميكس اهو علشان احط عليهم الدواء اللي هو ديكال ب 12. قلبها كويس، لسه كده كده لسه سميكة يا جماعة، هنخفها بشوية مية كمان وبعدين نرجع لكم. طبعا بنستخدم مية دافية، انا زودتها شوية مية. اقلبها بقى تاني مية دافي، تجيب لك شوية مية وانت طالع كده عند الحمام، مية دافية اللي انت تقدر تستحملها على ايدك، مية دافية كأنك بتعمل رضع للطفل. ونحط غطا على الكمية دي تقريبا بالنظر كده، حوالي غطا او 5 سنتي. لو انت هتاخد بالسرنجة حط 5 سنتي. اهو نقلبهم جيدا علشان يمتزج تماما كل الزغاليل تاخد منه. هعطي منه 3 ايام تمام، من اللي هو الديكال ب 12 ده. وممكن تحط منه للحمام الكبير، هيبقى يأتي هو للزغاليل. حط برضو 5 سنتي على اللتر المية للجماعي طبعا، ولو انت هتوزعه برضو للفردي اعمل على 5 سنتي على اللتر ووزع منه زي ما انت عاوز. هيحسن جدا من صحة الريش ويعالج الكساح، مش هتلاقي زغيل ان شاء الله عندها كساح. لكن انا هقول لك على حاجة انا بعملها. كل ما يطلع عندي زغاليل، اول ما يبدأ الزغلول يطلع فيه الريش كده، او من عمر 8 ايام، لو انت مش عارف تحسب من عمر 8 ايام ابدأ اعمل الحكاية دي تمام. اللي هي ايه؟ اللي هي ان انت تجيب ازازة فلاجيل او امرزول. هتاتي ازازة فلاجيل لازم يكون عندك، هتاتي 0.5 سنتي الى 1 سنتي من اليوم الثامن والتاسع والعاشر زي ما وريتك كده. اول ما يبدأ يدبس فيه الريش اليوم الثامن والتاسع والعاشر، كل يوم 0.5 سنتي الى 1 سنتي، ما تزودش عن كده وما تزودش في عدد الايام. وبرضو ممكن تاتي للحمام الكبير منه 5 سنتي على اللتر كل شهر، 5 سنتي على اللتر كل شهر. لكن بعد ال3 ايام اللي بعطي فيهم للزغاليل، بجيب اقراص الخميرة اللي هي البشري او البيطري الموجود، نص قرص لكل زغلول بعدها 3 ايام، برضو نص قرص كل يوم لمدة 3 ايام بعد اللي هو اليوم العاشر اللي هو تالت يوم في الفلاجيل. طيب هنبدأ نعطي الزغاليل دي بالديكال اللي احنا ضفناه على الخلطة تمام. احنا هنعطي بغرض برضو ان هو الجعان نزود له الاكل، واللي شبعان ندي له شوية دواء من الديكال ده تمام. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. رزق اللي هياخدهم بالشكل ده. السرنجة المستخدمة اللي هي للزغاليل الكبيرة اللي هي سرنجة 50 سنتي او 60 سنتي من صيدلية باش، سهلة جدا. اسهل حاجة يا جماعة في التأكيل اليدوي، اسهل حاجة الزغاليل الصغيرة بنستخدم لها السرنجة دي. طبعا مأكل بيها المبسم السيليكون ده، مهم جدا. بيركب على اي سرنجة يا جماعة؟ اهو ده المبسم السيليكون اهو بيركب. تجيبه من عند اي بيطري
او اي حد بيبيع الميكس بتاع الحمام او في اسواق الحمام، لاني بتسأل السؤال ده كتير. افتكرت اهو ان انا اجاوب على السؤال. تمام، متأكل الزغلول الصغير بالسرنجة اللي هي زي ما قلت لك بالمبسم السيليكون ده، ده بتأكل الزغلول من عمر يوم يا جماعة. وانا هجيب الزغلول قدامك اهو، اصغر زغلول معانا دلوقتي في المجموعة دي اهو. تمام، خد بالتمام التمام بالسرنجة دي، وينفع للكبير بس الكبير محتاج كمية اكبر اهو. شوف ازاي، هنعطيه كمان واحدة اهو. تمام التمام، بسم الله ما شاء الله. والزغليل الكبيرة نرجع لها تاني بالسرنجة الكبيرة. مبسم السيليكون بيركب على اي سرنجة يا جماعة؟ لحد 20 سنتي، لكن السرنجة دي مش هينفع يخش فيها المبسم السيليكون. تمام كده اهو، بسم الله ما شاء الله اكل. هنقتل كل واحد شوية علشان ان هو يبقى خد الدواء بالشكل ده. هيطلع الزغليل ريشها كويس، مش هتلاقي زغلول تحس ان هو عنده كساح الا اذا كان عنده سلمونيلا. الا اذا كان عنده السلمونيلا، ده موضوع اللي هو السلمونيلا المفصلية يا جماعة. تلاقي يعني ربنا يعافيكم يا رب ويبعد عن حمامكم المرض، بتلاقي المفاصل هنا متورمة، هي تكون السبب سلمونيلا، وانت تفكرها ان هو نقص كالسيوم. لا، ده حاجة وده حاجة. بسم الله ما شاء الله. كده اعطينا كل زغلول شوية. شوف بقى ايه الزغلول اللي عندي، بس انا عشان وقت الفيديو ما نطولش عليكم. كده يكون خلصنا المجموعة اللي قدامنا بالشكل ده. كده عالجنا الزغاليل اللي هي عندها نقص الريش بالديكال ب12، وفي نفس الوقت اكلنا الزغلول الجعان. طب تعالوا نشوف تاني لو في عندي زغاليل تانية اجيبها. في زغلول تاني انا لسه ما عملتوش الزغلول ده، هنعطيه كمان شوية اهو. بسم الله ما شاء الله، اهالي مأكلينه. تمام التمام، نرجع بقى الزغاليل لأهاليها بموضوع بالرقم. زي ما شفنا انا كاتب ارقام الدبل اهو، هنا هنا الارقام ده، الزغلول ده والزغلول ده في مكان في مكانه، والزغلول اللي بدون دبل وفي مكانه. كده انا عرفتهم، فهرجعهم بقى لمكانهم. ولو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وفعل زر الجرس علشان يوصلك باقي فيديوهاتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.